هذا ويتابع رئيس الحكومة لحظة بلحظة تطورات الأوضاع عبر غرفة متابعة الأزمات في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويجري اتصالات مستمرة بالمحافظين عبر الفيديو كونفرنس لمتابعة الأوضاع الأمنية داخل المحافظات للتأكد من سير الخطة الأمنية الموضوعة للتصدي لدعوات العنف لإحكام السيطرة على المنشآت الحيوية بالدولة، وأيضا للتصدي لأي أعمال شغب من جانب الداعين لتلك التظاهرات. الكل يعمل وفي تغيير، في تغيير في البلد، واللي مش شايف يبقى مش شايف الحقيقة، يبقى عنده حاجة يعني لازم يروح ويشوف الوضع. النهارده لما تقعد تتفرج على قناة الجزيرة تقعد تضحك، طب ما احنا في الشارع يا جماعة، احنا في الشارع والمحافظين في الشارع، وصورة واحدة متثبتة في حارة بقالها من، فأنا الحقيقة بقول الناس ما بقتش تتفرج، والناس خلاص بقى عارفة. والنهارده على فكرة ده للمرة أقول إيه، 10,000 الشعب بيبين هو عايز إيه، يعني خلاص إحنا بنبني، واللي عايز بقى يهد مش هيعرف بأمر الله يهد.